نطالب القيادات الأمنية ونطالب المحافظ ونطالب سيد قائد عمليات فتح شارع السايلو. يعني صار له من وراء التحرير مسدود، ممنوع أي سيارة حتى راجلة، يعني كمدني ما يخلوك تعبر. نطالب بفتحه، يعني ليش هذا مسدود الشارع؟ يربط وادي حجر بموصل الجديدة. الوضع الأمني شنو؟ الوضع الأمني ما شاء الله عليه، يعني ما اكو شيء يخوف؟ كل شيء ماكو، أي خروقات الحمد لله ماكو، يعني ما نعرف شنو الأسباب. مدير النفط، سيد مدير النفط ما نعرف يعني ليش سددوا للشارع. إذا خايف على المنتوجات النفطية شيء، يلفها بكونكريت ويفتح الشارع. إذا شارع المطار انفتح، وشارع قيادة العمليات انفتح، وشارع شوارع مدينة الخضراء كلها انفتحت، يعني هذا شارع أشبي. اللي مقرات القيادات الأمنية والحساسة بالموصل انفتحت الشوارع. هذا الشارع ما ينفتح. هذا أشنو السر اللي وراه ما نعرف. يعني قبل كان اكو كونكريت، هسه يعني تقريبا معت نص البوابة يعني بهذا الشارع. يعني يصير شيء رسمي بعد، قبل كان كونكريت. معناه تريد نفتح الشارع من هالعالم للعالم تروح وتجي. منو ساد؟ والله ما بعرف، جبهة النفط. ليش سادي؟ يعني وضع الأمني ما مستقر؟ مستقر الحمد لله، وقاعدين ومتونسين ومرتاحين. الوضع الأمني شنو؟ مستقر هنا وكل شيء ماكو، يعني هنا بالليل حارس. لكن ليش ما يفتحون؟ ما يقبل يفتحون. هذا اللي فتحوه ايش راح يخفف؟ خفف معناته انا راس الجاده والجديده، احسن من يطلع من شارع بغدادي يجي يطلع من هنا، من راس الجاده يطلع من هنا على وادي حجر ويطلع. ايش الطالب سيد قائد العمليات؟ والله طالب يفتحوا لي الشارع من هنا. اللي يربط دوره السواس؟ على الجديده. يعني راح يخفف الزحام؟ طبعا يخفف الزحام. والله الدائره مال النفط هي اللي سادته هذا الشارع. من سديته ايش اثرت على المواطنين على السيارات؟ اي طبعا هذا اختصار الطريق الاوسي، طريق هنا المستشفى مثلا. أنا إذا أريد أمر على المستشفى أفتر فرة كاملة، زين؟ وهنا تقاطعات كثيرة من هنا يعني تنطيك هذا المجال. إيش الطالب من الجهات الأمنية، من المحافظ، من المسؤولين؟ والله يعني أنا أطالب إنه أغلب الحواجز ترفع. إحنا مثلاً إحنا بمنطقتنا نفتر أكثر من فرع على مود نصل البيت. مع العلم هسه بالجديدة مثلاً يم الأغوات هاي المنطقة، يعني أنا أريد أفتر على مكان أفيد إلا الفرع الخاص اللي أدخل بيه على المنطقة. هسه إذا تريد تروح على المستشفى لازم تفتر على رأس الجادة؟ على رأس الجادة، على المحطة، ونفتر على دورة السواس يلا نصل، أما منها قبع على الدورة. زين هنا أيضا أكو بيوت ما سكك، يعني ما منطقة خالية. 100% إي نعم. منطقة حي سكك يسموه؟ إي هاي المنطقة سكنية طبعا. شلون؟ سكك؟ إي نعم. هم أديها؟ اعتيادي، الطريقة مسدودة، يعني إذا عندي مريض على طارئة لازم اني اختار غير طريق على مود اخرج بيه. اول شيء رحب بالموصليه، طبعا الموصليه مو يعني غنيه عن التعريف، وبالنسبه للوضع الموصل الحمد لله والشكر استقر. يعني كانت الموصل وين صارت وين، واحنا نطمع دائما نكون نشوف الموصل احلى واجمل، بدليل لما نفتر بالموصل نشوف مثلا الحدائق او السمون، راح نكون مثل اربيل، مثل الانبار اللي دسين ما شاء الله لمراحل متقدمه بالاعمار والبناء. وبالنسبه للشارع هذا اللي اشوفه قدام عيني، كان الوضع الامني استقر، وهذا طبعا ينفع الناس الموجوده كلها بهاي المنطقه اللي هم الاحياء اللي موصل جديده والوادي حجر والسكك طبعا 100%. والمستشفى قريب، بس من امر السيد المدير احنا ما نقدر نقول له ابو النفط، يعني هو الرجل يعني يشوف انه انسب انه يسد الطريق، هذا الشيء يخصه. لكن بصوره عامه يستفادون هالموصل، موصل جديده، راس الجاده، وادي حجر، كلها مستفاده من هذا الشارع. اضف الى هذا اللي هو شارع حي واقتصادي، يعني مثل عصب اقتصادي للمدينه. بغداد بصوره عامه ما خلى ولا شارع مسدود ولا سيطره ما بقوا. واحنا مو ضد السيطره، سيطرتهم اخوتنا واخواننا وربعنا، يعني احنا قطع اكيد 100%، هذا اثر على عصب المدينه. يعني احنا نطالب السيد المحافظ، السيد قائد الحكومه الرشيده بالموصل بما فيهم مدير البلديه، انه ينظرون الى معاناه الموصل، وخصوصا الجانب الايمن. جانب مدمر يعني، والجانب الايمن اكثر طبعا اتمنى من السيد المحافظ والسيد القائد يجي يزور الشارع، يزور المنطقه كلها بصوره عامه. واذا تسالني عن رايي انا الشخصي، انا افضل ان المحافظه يكون يسوي المكتب مال المحافظه كلهم هنا بالموصل القديمه. اطلع اليوم تشوف راس جاده، واطلع شوف الفاروق وما فاروق، كلها مدمره.